مؤيد يوسف هو بطل الدريفت وضيفنا لليلة بفقرة الدريفت جيم، وطبعا جورج سويدي زميلنا اللي هو كمان رح يساعدني بالتحكيم. جورج، في شيء تعلمته هيك زيادة انتو عم بتحكم معي كنت الحلقة السابقة؟ تعلمت قصص كثيره صراحه، وخاصه تكنيكال ووردز منك وكيف فوته الكوع بتكون ويكون واحد محضر قبل والشيفتنج وكل شيء. طيب يعني اليوم نحن فينا نطمنوا لمؤيد. اهلا وسهلا فيك مؤيد معنا. كله تمام؟ كيف حاسس اليوم؟ والله معنويات شيء مرتب. مثل ما بتعرف في عنا 5 تحديات لليوم، على كل واحدة في عنا 20 نقطة والمجموع 100 نقطة. هلأ أنت من ضمن هالمجموعة اللي هني 10 درفترية نحن جايبينهم زيادة لحتى ننقي أحسن 2 منهم تيتأهلوا معنا على النهائيات. حلو، أوكي؟ بقى بتمنى لك كل الحظ. تمام، رح نبلش بأول تحدي اللي هو البارل تاب. عنا دايرة عرضها متر، برميل بنصها، انت عندك 3 محاولات انك تطلع وتضرب هالبرميل بالجهه الخلفيه الشمال للسياره. تمام، لازم تضربه يهز يقلب وشو ما كان، بس مهم يضلوا بقلب الدائره تاخذ هالعشرين نقطه. ممنوع يطلع من الدائره؟ ممنوع يطلع من الدائره، بس انا بوسع صراحه بالموهبه اللي عندك اياها، ومثل ما بيقولوا انت لانك درفتر جديد يعني عود اكثر، يعني بتقدر تتاقلم بسرعه مع كل شيء موجود ان شاء الله. بقى جود لك ويلا بشوفك. الوزن بيأثر كمان شيء؟ وزنه كثير خفيف، وزن هيك يعني اسرع. انا اخفف شوي زياده. اوكي أول مرة بسوق نيسان زد غير عادي، جبنا هند رومبا، فالأجواء شي مرتب. يلا مؤيد، من أول مرة بدو تصيبها حسه. خلص صح. قريب كثير. كان قريب كثير. أوف. يعني ليك الدولاب وين قطع؟ يعني دولابك لك وينه؟ بدك هالقد بعد. يلا مان، جو 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 جو. هاي هي قوية، هاي هي بس قوية. بدنا نخفف بعد شوي. تعود انا جو اللي بفوت بكسر الدنيا، بحبش انه رواق. الجولة الثانية دخلت عليه دخول طيارته كله، وديت اخر الشارع. اما اخر جوله قربت عليه كثير برضه، بس ما قدرتش انا يا بضربه يا بزبطش هالمسلمسه خفيفه، بس لازم اضرب. اكثر مره كنت حاسس في شخص درفتر رح ياخذ 20 من اصل 20 بهالمسابقه هيدي؟ انا كنت كثير قريب. جلست كثير قريب. المشكل ايه هذا عم بقول لك يا جورج، انه زدت يمكن الهام بريك شوي. اول شيء جلست السياره بطل عندك انجل، كمان هيك بيتبعد عنه دغري. يس، هاي المشكل. يس ليك شغله كثير صعبه، يعني جورج كان معنا وشاف انه من المستحيلات هي كثير قليل بالفيديو. رح ننتقل هلا دغري احنا على ثاني تحدي. تمام، كمان باقي بالبراميل والبراميل الزرق. حلو، بس هالمره بدنا نشبق البراميل لو طاروا 20 متر ما عندنا مشكلة. هلا خلص مضبوط، خلص صارت عندنا 5 براميل، 3 جهه اليمين 2 جهه الشمال. تمام، اعطيهم من قلبك، بس اهم شيء نضربهم بالجهه الخلفيه للسياره. تمام اوكي، وجورج على جير نحن قلنا هيدي هونيكي على جير الثاني. اوكي مان، يلا جود لك. جورج انا احساسي بقول انه مؤيد رح ياخذ يا 4 يا 5 من 5. لازم، لانه فرجينا باول مرحله انه كان كثير 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 قريب، و از ا فيري جود درايفر، متمكن من السياره. صح. يلا ان شاء الله، يلا ليتس سي مؤيد. يلا مان جود لك جو. 1 يس 2 كمان 3 شيء مرتب، جبته كله. شو هيدا؟ لما تيجي مسرع عشان تضربهم 100% تدعس شوي هاند كلتش، بعدين بعد ما تضربه وتكون تأكدت انك ضربته وتسمع الصوت طبعا الضربه، تدعس بنزين وبتشيل رجلك على الكلتش وبتضرب الثاني. لا 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 لا، يعني مش 3 من 3 ولا 4 من 4، 5 من 5. صراحه سمعت صوته وهي من جوا تخبط. شو هيدا؟ مؤيد
واو، يعني تحكمك بالسيارة، عينيك كيف عم تقرا الطريق وعارف شو عم تعمل، يعني رقبني أنا وجورج شفنا هذا الشيء بياخذ العقل. خفيف كثير مع على السيارة، كثير لين. أنا عم بخبط مع ليش يا مرحميني، بخبط بخبط. واو، والسيارة مش دافع حقها والبراميل مش دافع حقها، بخبط وروح. طيب، لكن هلا انطلقنا بداية خيالية، صار معنا 20 نقطة هلا من أصل 40. حلو. أوكي، اللي هو على المعدل لحد هلا. طبعا. بس ما تنسى بعد في عنا 60 نقطة هلا لازم نلعب عليهم. الجولة الثانية ضربت الخمس براميل فأنا أخذت 20 نقطة، فلما أنا أخذت 20 نقطة خلص واحد هلا بلش بده يبلش يركز عشان يكمل النقاط ويتأهل. هيا طبعا نوصيك أبشر. فرجيتنا 5 من 5 على البراميل، بدنا نشوف 5 من 5 هلا كمان، بس هالمرة بتعرف شمال يمين وفي عندك منعطفات وفيرست جير وسكند جير ودبل كلتش، بس رح يكون قد وقدود على قد الحمل. يلا مان، جود لك، جو. يلا جو. وحدة، عكت معي شوي باخر شيء بس جبتها. لما شحط اول واحده كانت تمام، والثانيه اخذتها على جير ثاني، جيت مسرع مسرع هندو الكلتش ضربتها كانت امورها تمام. الثالثه لما تاخذها بدك تيجي شوي مسرع اكثر، فبدك تهدي شوي، لما تدعس هند تدعس معها شوي بريك. الجبل الاخيره بدك تيجي مسرع مسرع، يا تفقعك سبن يا بتاخذها. هلا انا اخذتها وكانت راح شوي ترمين سبن، بس لحقتها بالاخر ومشيت شوي دغري، بعدين كملتها واخذت اخر واحده. شو هيدا؟ عن جد شو هيدا؟ إيش مرتب؟ مؤيد، أنا مش فخور، أكثر من فخور باللي أنت عم تعمله مان. حبيبي غد. يعني أوكي، هلا بتكون معك صريح. أول أربعة بياخذوا العقل 100%. تمام. آخر وحدة عكت شوي. إيه، إحنا جلصنا إحنا قبلها هون شوي صغيرة. يس. بس اتفقنا أنا والحكم صديقي جورج إنه على تأديتك المتكاملة رح تستاهلها. واللي بده يزعل يزعل. 20 20 من اصل 20، صار عندنا 40 من اصل 60. حلو. لا صرت كثير خضر يا صبي. خلص تمام. اوكي. سلم بدك الدور. يلا مان. رح ننتقل لكن هلا للتحدي الرابع اللي هو الدريفت بين الابراج. حلو. عندك عمودين بعمودين كله من البراميل، بدنا نعمل دريفت بيناتهم ونكمل الدوار من بعدها. 10 نقط على اول اثنين، 10 نقط على ثاني اثنين. لمس ممنوع. دقيت بكل شيء، ما خليت برميل، ما خليت كليبينج بوينت ما دقيت فيها. هلا ممنوع اللمس هلا. هلا بس في درفت خفيف من بيناتهم. خلص اوكي حمي. يلا جو مان. هو انا صراحه انا خلص تحمست وصرت لازم اركز خاصه بالتحدي اللي بعده اللي هو البرج. البرج صراحه مش مزحه، فانا اخذت كل تركيزي وظليتني صف فيه 24 ساعه بس اتامل كيف شكله وكيف مقاساته. اكشن. حلوه سرعه ملائمه. هاند بريك. بدخل المنعطف بسرعة عالية. سكند جير. سيد بالعرض. جبتها يا اخوان. هاي تشتكت العيوب. شهيدة. هديت على الهند وقبله بشوي رميت الهند ودعست بنزين، دخلت من اول واحدة الثانية شوية هند، رجعت عنه شوي لورا وكملت طلعت منه بأمان. شو هيدا؟ كيف الله؟ شو عم تعمل؟ دقيقة طف السيارة. كل شيء مؤيد. كل النقاط مؤيد. رأيي كله مؤيد على فكرة. جميل يا. مان. شيء بياخذ العقل. واحد. عنا صار 60 من أصل 80 يا خي، نحن راضيين كلنا. خلاص تمام. أوكي. هلا الحلو بالخبرية وين؟ إنك أنت هلا حاليا متعادل بالنقاط أنت وفادي بستاني من لبنان. حلو. أوكي. يعني إحنا كان عنا هلا اللعلوع أكثر واحد عنده نقط، أنتوا فيكم كعشرة درفترز. تمام. تاني واحد كان عنا إياه هو نحن فادي بستاني معه 60 نقطة. أنت معك 60 نقطة كمان. بس بعد في عندك 20 تاخذهم. الصف. الصف. هلا انا بالصف صراحه يعني فيش عليكم مخبى، زمان وانا صغير كنت دائما اسرق سياره اختي، اجيب هيك سطل زباله وسطل زباله واجي مسرع وارفع الهند واصف بيناتهم، فضليتني اتدرب على هاي القصه لحد ما صرت دائما اتقن الصف. اخر 20 بوينتس. يوبي يا 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 يوبي يو. شمرتب 100%.
الهاند والكلتش، مخك خلص هيك بتطلع على الزوايا زي كأنك وقفت اللعبة، بتطلع وين أنت حابب تفوت، بعدين تصير إجاك على الهاند والكلتش وبتفوت مرة واحدة. مؤيد عن جد يعني كلمة واحدة بتوصف كل شيء، روعة. الله يسلمك. اوكي طبعا. يعني نحن هلا زدنا كم نقطه كمان جورج؟ قلنا 20 بوينتس، 20 نقطه صار معنا 80 نقطه. بتعرف شو يعني 80 نقطه؟ يعني ضايل لي بس هذاك اللي اخذته كان فل. بس قبل لو ما اخذته 80 يعني انت هلا تصدرت هالدريفترز هول يلي عم نحكي. احنا 10 دريفترز بدنا ناخذ منهم 2 معنا على الفاينل، تصدرتهم. والاحلى من هيك اعلى ريكورد لحد هلا بكل الدريفترز اللي اجوا معنا من كل المينا ريجن على الميتك. ما حدا طلع فوق يمكن 76 او 78. 80 يعني انت جايون وبضغط كمان، والله راد نشوفك معنا بالفاينل على الاكيد. اجيب على نقاط حاليا يعني شيء كثير حلو، وجد كان تحدي كثير جميل. يعني حتى التراك غريب، ولاول مره ان انا بسوق هيك سياره ستوك جير عادي، صراحه كانت تجربه كثير حلوه. جورج مره جديده انا بدي اقول لك عن جد ثانكس، يعني كثير بننبسط وبتكون معنا هيك بتعطي جو، وبعدين ليك مؤيد بدي صار يحبك ويسالك وياخذ منك رايك، يعني هذا شيء كثير حلو. بلجر لالي حبيبي. ومؤيد كمان الف 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 مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. حلو انك بدك توثق بحالك، ما شاء الله عليك شاب طالع، طلعتك ما بيقولوا. اهم شيء نخلي اجرينا على الارض ونركز لقدام دائما. صح. بدي اشوفك معي بالفاينل الله راد عم تنافس الابطال كلهم. انا بحب اشكركم، بشكر صراحه دريبل ام بي سي على الاستضافه الحلوه. الله يخليك مان. يلا باي باي باي.